تضرب عن هي كأس الاتحاد الإنجليزي عندما تغلب خارج قواعده على بلاكبيرن روفرز بهدفين لواحد، وبلغ توتنهام الدور ذاته بتغلبه على فولام بثلاثة أهداف دون رد. دخول ثم ترحيب في كأس المفاجأة الإنجليزي وسلام بين الأطراف بين مانشستر يونايتد العتيد وبلاكبيرن العنيد. قبيل الانطلاق هناك من أمسك رأسه مخافة صداع المواجهة، وآخر وقف خوفا من المفاجأة. مرت بضع دقائق فقط والمفاجأة تعلن حضورها في الدقيقة 17. بلاكبيرن تقدم في النتيجة بعد عمل هجومي جيد ختمه داني جراهام، وملعب إيوود بارك يهتز بأكمله. أما مورينيو فلم يجد سوى يديه ليضربهما بعضا ببعض إعجابا بطريقة الهدف. شياطين إنجلترا كان لهم 10 دقائق فقط عقب هذا الهدف لمداواة جراحهم بعد تمريرة من مخيطاريان أكملها راشفورد بمراوغة ولمسة في الشباك. مخيطاريان ضيع على المانيو هدفا آخر بعد أن غرق في وحل المراوغات، ليدخل الجميع غرف تبديل الملابس بنتيجة التساوي. بداية الحصة الثانية حاول من خلالها بلاكبيرن السير على خطى الشوط الأول لكن دون جديد. مورينيو سنجد ببوغبا وإبراهيموفيتش لتغيير ملامح المباراة. مرت الدقائق فقط هي ملامح مورينيو من تغيرت، لكن الأغلى في العالم بوغبا مرر في اتجاه سلطان مانشستر يونايتد الذي سجل الهدف الثاني محركا معه مورينيو من مكانه. خلاصة القول، المانيو في ربع النهائي بصعوبة بالغة. في حوار آخر عبر توتنهام إلى ربع النهائي بتغلب على فولام بثلاثية بيضاء. أول الأهداف جاء في الدقيقة 16 وأحرزه الهداف هاري كين، بعد عاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 51. هاري كين لم يكتفي بذلك بل نصب نفسه نجما للقاء عندما أكمل الثلاثية في الدقيقة 73.